إذا نطلع هنا على المودلز، إيش هي الأسباب اللي بتدفعنا إنه نعمل موديل لسيستم؟ طبعاً السبب المباشر الأساسي إيش راح تقولوا لي؟ عشان أعمل له كنترول، مش هيك؟ أطلع الكنترول. بس هو فعلياً في أربع كاتيجوريز من الأسباب ليش بنعمل ستاتيك وديناميك مودلز للبروسيسز. أولها to improve يصير عندنا فهم أفضل للبروسيس. هذا بيمكنني عملياً إني أعمل سيميليشن، فبقدر أعمل بقدر أفهم الأندرستاندينغ البروسيس وهاو إت بيهيفز. صار بإمكاني أطلع على بروسيس، أفهم هاي البروسيس كيف تشتغل بدون ما أزعج، بدون ما أدخل على البروسيس الأصلية اللي موجودة. مش دائما أحيانا سهل عندي إني أروح على بروسيس وأبدأ أغير فيها حتى أشوف كيف ريسبونس. إذا عندي موديل، إذا عندي ستاتيك وديناميك موديل، بقدر أثر، بقدر أطلع على هاي البروسيس وأشوف هاو إت بيهيفز، يا إما without disturbing it أو حتى قبل ما تنبنى. بقدر عندي الموديل صار لهذا البروسيس. هلا كمان في سبب مهم، تريننج. لو بدنا نبني فلايت سيميليتر، اوكي الكل عارف شو الفلايت سيميليتر، اللي بدي ادرب انا طيار، لو انا عندي طيار وبدي ادرب هذا الطيار على الطياره، بدي ابني له موديل، مش هيك؟ ما بدي اطلعه بطياره حقيقيه. حتى اقدر ابني هذا الموديل ويكون منطقي وحقيقي ورياليستيك مقنع، مش لازم يكون في عندي موديل لكل السيستم. للطياره هاي لما هو مثلا يحرك قطعة معينة مثلا وتحرك جزء، هيقول لك كيف استجابة الطيارة كلها، مش لازم هذا الموديل يكون موجود عندي حتى اقدر ابني. احد الاشياء الرئيسية ترين بلانت زينتي اللي بدهم يشغلوا هاي البلانت قبل ما اروح واخليه طليق على البلانت الحقيقية وادربوا عليها ويدمر البلانت او يؤدي الى شيء دينجرس، ممكن انا ابني له سيميليتر. فبقدر ابني بروسيس سيميليتر، وكمان بامكاني احط الكنترولز اللي بده يتحكم فيها اوبريتر. في هون مثلا كبسات واشياء بده يشتغل عليها، احط له الكنترولز الحقيقيه اللي هو راح يشتغل عليها اللي موجوده في البلانت الحقيقيه. بس هون ما بشبك البلانت الحقيقية، بشبك سيميليتر. ممكن هون احط له سكرين صار الاوبريتر لما بدي ادربه على البلانت، اجت مجموعة اوبريترز جداد للمصنع بدي ادربهم على البلانت. البلانت كلها بدل ما اشبك على البلانت الحقيقية شبكت له على سيميليتر للبلانت. هلا هو لما بصير يكبس كبسة من هون، الكبسة اللي بيكبسها وهاي هي نفس الكنترولز الحقيقية اللي هو بشوفها في المصنع. لما يصير هو يكبس كبسة معينة من هون، بصير هاي الكبسة بتدخل على السيميليتر وبتشوف ايش البلانت كانت راح تستجيب لو انه عمل هيك، وبصير يبين معاه انه البلانت مثلا زادت درجة حرارتها، نزلت درجة حرارتها. فبامكاني ادرب هذا البيرسونيل اذا كان هذا الموديل دقيق، فبسمح له يتعامل مع البلانت، وخصوصا ممكن يتعامل مع ايمرجنسي مثلا في حالات معينة. راح يصير يظهر معي أشياء هون ولازم هو يتخذ القرار إنه يطفي البلانت مثلا، يعرف إمتى يطفيها ويطفيها في الوقت الصحيح. هذا كله بيحتاج سيميليتر. إذا هون مثلا حتى يتعامل مع إمرجنسي سب شت داون سيتويشن. وهذه إذا كان هذا السيميليتر حقيقي راح تصير البروسيس هاي كلها رياليستيك. فبالنسبة له مقنع، فكأنه هو عماله بيتعامل مع البلانت الحقيقي وبتشوفها بالسيميليتر. بتشوف بالسيميليتر اذا اطلعتوا على السيميليتر تكون عندي حتى سكرين امامه اذا كانه بسوق سياره مثلا او طياره، وحتى نفس المكان اللي هو قاعد فيه بحس فيه انه تحرك السيستم. هذا كله بده ستاتيك وديناميك موديل للبروسيس. طبعا هاي اللي مشهوره اللي احنا بنعرفها اللي هي تو ديفلوب ا كنترول ستراتيجي.
هون لما صار عندي سيميليتر انا الان بقدر ابني. صارت هاي سيميليتر للبلانت مش البلانت الحقيقيه. ايش انا ببني الان هون وبجرب؟ انا ببني الكنترول. وبصير اغير في هاي الكنترولر من هون، بعدل في الكنترولر اللي موجوده هون حتى اشوف الريسبونس تبعت البلانت. بدل ما اشتغل على البلانت الحقيقيه بشتغل على الموديل تبع هاي البلانت، وبقدر احدد شو الفاريبلز، مين الفاريبلز اللي بدي اعملهم كنترولينج ومين الفاريبلز اللي بدي اعملهم مانيبيوليشن. الكل متذكر هذول التعابير. ايش الفاريبل اللي بقرر انه اعمله كنترول فاريبل، والفاريبل اللي طالع من البلانت راح اعتبره طالع من البلانت وبدي اتحكم فيه احدده قيمه معينه. الفاريبل راح اعمل له مانيبيوليشن هو الفاريبل اللي راح يدخل على الاكتويتر وادخله على البلانت يتحكم فيه. واخر شيء ممكن اعمل اوبتمايزيشن، اوبتمايزيشن لاوبريتنج بارامترز بروسيس. هذا عاده بكون عندي ستاتيك موديل. الكل متذكر شو الفرق بين ستاتيك موديل ودايناميك موديل؟ دايناميك موديل بعطيني الانيشال فاليو، بعطيني الفاينل فاليو، وبوصف لي الترانزيشن اللي بتصير بينهم. احيانا انا بكتفي اذا بدي بس ستاتيك موديل، بقول لي ايش لو انا ضليت مشغل البلانت هاي على فتره طويله ايش بتصير الكونديشنز اللي موجوده. هذا الاوبتمايزيشن اسمح لي اعمل اوبتمايزيشن بحيث اني اعمل مينيمايزيشن للكوست. او ماكسمايزيشن للبروفيت. فكان اذا البلانت هاي شغلتها على فتره بشوف انه انا لو شغلتها على درجه حراره مثلا 24 لفتره طويله ممكن البروسيس تشتغل ويصير في عندي توفير مثلا بكميه الطاقه اللي موجوده. هذا لحد ما بيختلف عن هدول الثانيين منهم. اذا هذه فعليا كاني هون بقدر اعمل سيميليشن للبروسيس وافهم كيف بتستجيب. هون بقدر اصمم كنترولر، ممكن هون ادرب ناس على السيميليتر، يعني هون الهدف اني افهم من السيميليتر كيف الموديل بيشتغل، هون اني ادرب اشخاص حقيقيين على سيميليتر. مثلا اعطيكم مثال على احد السيميليترز مهمه في بحر الشمال. بهمه يكون عنده اوبريتر بحر الشمال اللي على شط النرويج، عندهم هناك كميات من النفط موجوده. فمثلا بانيين هناك هم سيميليتر، تدخل على مكان بتلاقي سيميليتر تطلع عليه 360 درجه كان هي شاشات، بس الشاشات بتمثل كأنه هو على ريك، عارفين الريك هاي اللي بتتحرك في البحر بتحركها، وحتى الارضيه تبعت الهاي بتتحرك. هلا هو لما الاوبريتر بتطلع في الداخل بشوف امامه بحر، وبشوف البحر عماله بيطلع وبينزل، هو لانه كانها الريك عمالها بتتحرك بتطلع وبتنزل، وعنده كل الاوبريتنج كونديشنز اللي موجوده في داخل. هلا هو في داخل هاي بحس كانه هو على الريك نفسها. هلا بيجي مثلا بعطيه تدريب بقول له الان مثلا بدك تحرك لي هاي السفينه وتحرك هاي الرجم من المكان هذا للمكان هذا سيفلي مثلا، فبيقدر يبدا يتحرك. فاللي بدربه بيقدر يشوفه كيف بتصرف كيف بتحرك، هو بحس بظروف كانه هو في الظروف الحقيقيه. اذا بتطلع برا الغرفه وبتطلع راح تشوفه كلها بتتحرك، فاهمين؟ فهو بيتحرك هون بحس انه كانه هو في السيستم الجهاز الحقيقي اللي فعلي اللي السفينه الحقيقيه. لما تدخل داخل الهاي راح تشوف مثلا مجموعه 10 شاشات، ال 10 شاشات حول الهاي وعليهم الاوبريتنج بانلز اللي موجوده هون. فيري رياليستيك كونديشنز للتدريب، هاي بتوفر كميه هائله. مش معقول انه كل مره اطلع الاوبريتر على البلانت الحقيقيه، ممكن طبعا هاي البلانت مش متوفره، مكلف جدا، طبعا في خطوره. هون عندنا سيف كونديشنز بقدر ادرب هذا، بس لازم يكون في عندي موديل، ما بكفي يكون عندي ستاتيك موديل، لازم يكون عندي دايناميك موديل لهي بروسيس، مالتيبل انبوتس مالتيبل اوتبوتس.